في حياتنا احنا مفهوم النجاح بيختلف من شخص للتاني، وزي ما قلنا في ناس بعت لنا اس ام اس شايفه ان النجاح في الفلوس، في ناس شايفه ان النجاح في ان هي تعمل عزوه وعيله ليها، في ناس شايفه ان هي تكون بتحقق مراكز عاليه ونجاح في مهني، وفي ناس شايفه ان النجاح بالنسبه لها ان هي بس تكون بتلعب رياضه على طول بتحافظ على صحتها، وفي ناس بتشوف النجاح في ان يكون حواليها ناس ايجابيين، يعني يكون عندهم صداقات ايجابيه، عندهم علاقات ايجابيه في شغلهم مع مدراءهم، يكونوا يعني في حالة سلام أو مع كل الناس اللي حواليهم. طيب خليني أقول لكم كده ثلاث نقاط رئيسية من علامات الشخص الناجح. قلنا أول حاجة إن أنتم ما تتخلوش أبدا عن أحلامكم، بمعنى إنه حتى مهما عدى وقت، مهما كان الحلم أنتم حاسين إنه بعيد في عوائق، ان انتوا ما تفقدوش الامل ويبقى عندكوا يقين بالله سبحانه وتعالى مع السعي، ونحط السعي دي بين قوسين لان في ناس فاهمه ان هي تفضل قاعده مكانها كده فهيجي الشغل بظروفه. لا، انت مع السعي لازم يكون انت وانت بتسعى عندك جواك احساس باليقين وموقن بان انت في لحظه ما، مش مهم بقى السن، مش مهم الوقت، ومش مهم امتى وازاي، هتحقق حلمك اللي انت عايزه. طيب تاني نقطة احنا قلنا ان انتوا تكونوا عايشين بشكل صحي، دي اهم حاجة في الدنيا. ليه اهم حاجة في الدنيا؟ لان دي اللي بنقيس بيها مدى نجاحنا وتقديرنا، ودي نعمة كبيرة جدا. الحياة مليانة بخيبات امل، بمطبات، بامراض، لو عانيت لفترة في حياتك او تخطيت فترة صعبة كانت صحتك فيها تعبانة او فترات اكتئاب وقدرت ان انت تعديها، ولو كنت لسه بصحتك فلازم تعرف ان دي علامة من علامات بتثبت ان انت ناجح وان ربنا كرمك في صحتك. يعني في ناس برضو ما بتعدي بتجارب سيئة، بتحس ان حظها وحش في العلاقات، ايا كان نوع العلاقات، بتفتكر ان خلاص دي نهاية العالم. لا، خليك فاكر ان انت، لا ده انت لسه بتمشي على رجليك، لا انا لسه صحتي كويسة، لا لسه ما دام انا مش محتاج لحد يخدمني، انا قادر اقوم بنفسي واخدم نفسي. ده علامة من علامات النجاح. العلامة الثالثة المهمة قوي ان انت بتتخطى المشاكل وبتطور من نفسك، ما بتفضلش واقف مكانك وما بتستسلمش. اوقات احنا بنحس ان احنا خلاص بقى جبنا اخرنا، ما فيش طاقة ان احنا نقوم تاني، مش قادرين نعمل حاجة. لو فضلنا مستسلمين للشعور ده فترة طويلة الامور هتسوق اكتر، وما فيش منقذ هيجي يمد ايده كده وياخدك لو انت ما عملتش المبادرة دي. كل مشكلة بتقع فيها وكل عقبة بتقف قدامنا بتعلمنا حاجة جديدة وبتقوينا أكتر، حتى لو إحنا مش مدركين ده. يعني خليكوا دايما افتكروا معايا كده، مثلا لو انت في مشكلة مالية جبتها او افتكرتها حصلت لك في يوم من الايام، او علاقة فاشلة كنت وقتها حاسس ان انت خلاص بعدها مش هتحب تاني، او انت مش هتحب تاني، والدنيا سودت في عيونكم، مش بتلاقوا بعد كده انه ايه ده يا جماعة سبحان الله انا خلاص الموضوع عدى، انا مش عارف. ده في ناس تقولك انا مش عارف انا سددت ديوني ازاي، ايد ربنا كانت موجوده. ليه؟ لانه انت عندك يقين، فدي برضو علامه من علامات ان حياتك ناجحه، فتشكر ربنا عليها انه انت تخطيت الازمات، تخطيت المشاكل، وعرفت ان انت تطور من نفسك عشان تتخطى هذه المشاكل. فسؤالنا النهارده، لان كل حاجه نسبيه في سري بشكل نسبي، يا ترى ايه مفهوم النجاح عن كل واحد فيكم؟ 105.3 هو ده رقم الاس ام اس.